لا تقترب من نجم من عالم دبليو دبليو. ايجي ستايلز نفس اليوم اشتكى عليه يو ويل بي فاير، لأن الناس استغربوا من اللي صار. قلت له تايتس وولد وايد، قال انت طلعتك ومين كان يسوق سيارتي؟ سيزارو. ما في، انت عالق مع سوبر ستارز وفي تليفونات قاعد تجيهم، انت وينكم؟ معين انت. كانت سالفة يومها يعني تقريبا يومين كنا نقول بنتفنش ما بنتفنش ما ندري. انا اقول ذا اندرتيكر رومان رينز في حال، مش الحين، مش السؤال ان اليوم مين ذا جوت، الجوت اللي ممكن يستمر يعطيك